غادي نشاهدوا الاجواء ديال الوليدات والامتحانات اللي عندهم والفروض، نناقشوهم مع الناس والاصدقاء ديالنا ونشوفوا الاجواء من داخل مدينه الدار البيضاء. غادي نعطيوهم الكلمه وكل واحد غادي يعطينا الراي ديالو الاجواء داخل المدرسه. سي حميد، خويا العربيه مزيانه، الفرنسي حتى مزيانه، اليوم الاجتماعات صعبوا معنا يا التربيه الاسلاميه، واحد الاستاذ حيد له ورقه مخلانا للنقله ولا والو، تعكس معنا حتى هو، بقينا تنطلبوا فيه وزول وياخذ له ورقه واخر عام. دابا ما نمشيش للبار. كي كانت الايامات ديالك في المراجعه من قبل؟ المراجعه كنت راجع انا والاصدقاء ديالك سعد والدري اشرف والعرجون، كنا تنراجعو كنا غاديين مزيان، واحد الدري كيمشي فرونسي كنا بخير بريبارينا مزيان. يعني حتى الايامات الاولى كانوا عندك نقاط مزيانين؟ كانوا عندنا نقاط مزيان، ابري ما حطوا ليش نقاط. حنا كنتمناو فيكم نشوفوا فيكم مستقبل جديد ان شاء الله، وحنا معولين عليكم ومعتمدين عليكم كشباب، ان شاء الله نشوفوا فيكم حويجات زوينين. انا والدري سعد كان راجع انا ويا في الدار فينا وحبيب وايا مختار جاي هذا تو كان معانا كنا كنراجعو كلشي راجعنا، جانا سهل، عربية سهلة، فرنسي سهلة، شي معية التربية الإسلامية صعيبة بحال شي بحال شي كونفوكاسيون باش تدخل للجنة، صعيبة بزاف، سهلة، فرنسي شوية، تربية إسلامية بزاف، تربية إسلامية، شي معية دارو لنا سهل، كلشي كيتشكم التربية الإسلامية. صافي ما بغاوش يتعاونوا معنا هاد الناس ديال مدرسة بيروني، انا اصلا بريباري حتى ليامات الاخر ما كنت ديجا اصدقاء بريبارينا حتى الاخر، اما في الاول تاع ما كنا كنديروا والو. شكرا لك. معنا سي أسامة، لك الكلمة خويا أسامة. البارح بالزوين مزيان، فرونسي مزيانة، ولكن اليوم الاجتماعية صعبوا علينا بزاف، والتربية الإسلامية راه بزاف، ما حنا ما حلوناش نقلو بزاف، حنا بزاف وخيرين، وخا كان كورونا وداك الشيء، خاصهم يتعاملوا معنا باش يخلونا نقلو ونجحوا، راه داز علينا العام صعيب. كناش ندخلوا للمدرسه فهمتي، تبقاو عاطينا اللعب، كنشوف هادشي تبقاو عاطينا اللعب، ولكن الحمد لله درت واحد الشهر ديال السوايع فهمتي، كنا تنبريبارو في الدار فهمتي، كنا تنفهمو كلشي الحمد لله. بالنسبه للتربيه الاسلاميه جاتني شويه صعيبه، ولكن اللي صعيبه بزاف الاجتماعيات، والتربيه الاسلاميه في هذاك الطابلو ديال الطلاق عندك الحق، الاجتماعيات السؤال المقالي ما يمكنش. لا السبب هو الكونفينمون، ما جاونا حتى الاخر بغاونا نجحوا، راه ما يمكنش هما ما قراوناش وبغاونا نجحوا، راه ما كايناش هاد اللعيبه، والتربيه الاسلاميه حطوها بزاف صعيبه بزاف، صعيبه ما قريناها، يعني ما عمرنا قريناها اصلا حنا. يعني هاد العام تقريبا شحال ديال الشهور اللي قريتوا فيهم وكنتوا كتراجعوا فيهم وكانوا يعني شي اربع شهور وكنقراو نص نهار في النهار اصلا، قرينا نص كنقراو نص نهار، وهذا الشيء ولا قرينا وحيدوا لينا مع شي جوج دروس، حيدوا لنا جوج دروس ما لهاش صالحنا، ماشي صح الماده ماشي صالحنا، يعني كان خصكم تقراوا الاوقات ديالكم كاملين باش تكونوا مستعدين، تكونوا مستعدين لهاد الجاوي اللي قالوا لينا. ودابا فهمتي راه حطوا لنا باقا شهر بالنسبه للحراسه، بالنسبه للحراسه ما حتى هما بغاوش يتعاونوا معنا باش يتعاونوا معنا، بان حنا باش يتعاونوا معنا ما تعاونوش معنا هاد المدرسه البيروني، الاساتذه ديال المدرسه البيروني، هادشي اللي كاين. شكرا لك. الان معنا الاخ ابراهيم عنده كلمه يضيف علينا، لك الكلمه خويا ابراهيم. حنا بغينا نقول لكم بان هادشي اللي داروا لنا مفاجاه كبيره، حقاش حنا ما كناش كنقراو سيدنا، وزربوا عنا باقا شهر القرايه، ودوزوا لنا في شهر خمسه، تحيه لعبد الرحيم كاني ويست، حنا ام ال سي بي، حنا ما كناش كنراجعوا وغفلونا، حنا ما كناش كنراجعوا، تحيه الحسن، وهادشي اللي داروا لنا في التربيه الاسلاميه احرام يتحط داك الامتحان. شحال كنتو كتقراو تقريبا ديال الوقت في النهار، وشحال في هذا العام؟ تقريبا دابا اربع سوايع ديال الصباح، ومن حيد منا ساعتين وربع ساعه ديال الاستراحه، يعني كنا كنقراو واحد اسم المولديه، واحد الاستعجال،
45 دقيقه تما. شحال؟ ساعه و45 دقيقه تما. هذا العام هذا العام تقريبا كنا كنقراو في ديسكور، ديسكور ما كيتسمع والو. قرايه عن شو سميتو؟ حنا كنطالبو باش يجددوا لنا في النقاط كامل. بغينا بغيت نوجه واحد الرساله للانتوما السبب، نتوما السبب اللي خليتونا نديروا هذا. هو صاحبي هو مش نتوما السبب اللي فركشونا في ديورنا، ما خليتوناش كنراجعوا، خربقشونا. وانتوما انتوما حمزاز تحيه لواحد الرئيس بلا ما نقولوا سميتو، راه هو اللي وصلنا لهاد الحاله. وفيما كنبغيو ندخلوا المدرسه كونفيرمون كونفير، حنا راه والدينا خاسرين عندنا فلوس باش نقراو، فهمتي؟ ماشي هذوك الفلوس راه ما تلقاهم باش تخدموا باش تجيبوهم، راه ما عرفتش من تجيبوهم. والرساله لهذاك السي امزازي، رساله السي امزازي راه هو اللي وصلنا لهاد الحاله هادي، المسؤول ديال هادشي. ما مخليناش نقراو، فيما كنبغيو نقراو تيقولوا الكونفيرمون، كنبغيو نراجعوا الكونفيرمون، ديما الكونفيرمون.